بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين الإسلامي هو دين الأخلاق والقيم. إن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى جاء ليقوم البشرية وليجعلها ترجع إلى المنهج القويم في تعاملها مع ربها سبحانه وتعالى، وتعامل الناس بعضهم مع بعض، وتعامل الإنسان مع نفسه. ولذلك من الضروري التأكيد على أن ديننا الإسلامي في الحقيقة هو دين القيم والأخلاق. ولا يوجد على وجه الأرض تشريع أو قانون أو نظام يعتني بجانب الأخلاق كعناية الإسلام بهذا الجانب، ولا يوجد في شرائع الناس أبدا من معاني الأخلاق ومن المبادئ والقيم التي يتعارف الناس عليها ويتعامل بعضهم مع بعض كما في هذا الدين الإسلامي الكريم. ديننا أيها الإخوة فاق جميع الديانات وفاق جميع الرسالات السماوية، حتى الدين النصراني الذي اتسم في كثير من جوانبه بالحديث والتركيز على الرحمة وعلى المساواة وعلى التسامح، فإن ديننا الإسلامي في الحقيقة في هذه الزاوية لا يمكن أن يوازيه أي دين سبق ولا أي تشريع حاضر. ولهذا يمكن أن يوصف ديننا بأنه دين الأخلاق والقيم. إن المنظمات العالمية التي تنشأ الآن نشأت قبل زمن ولا تزال تتجدد نشأتها بين الحين والآخر، مهما عنيت بجانب الرحمة والمساواة والدعوة إلى الحرية وإلى حفظ حقوق الناس، في الحقيقة لا يمكن أن تعتني بهذا الجانب كما اعتنى الإسلام به. هي تدعو إلى هذه المعاني، وهذا شيء جميل في حياة الناس أن يتعارفوا على هذه المبادئ الجميلة وأن يدعوا إليها، وأن يؤسسوا من المنظمات والمؤسسات ما يحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم وما يجعلهم يتعاملون فيما بينهم وفق هذه القيم النبيلة. ولكن الإسلام يتميز بأنه تشريع رباني، وحتى مبادئ الرحمة يفترق الإسلام فيها عن سائر المنظمات بأنه رحمة في مصلحة الإنسان. أحيانا الإنسان قد يعامل الإنسان الآخر وفق المنظور الشخصي أو المعنى الذاتي لمعنى الرحمة. قد تدعو الإنسان رحمته بالشخص الآخر إلى أن يتساهل معه، إلى حيث يدفعه إلى كثير من التفلت الأخلاقي. فالأب مثلا إذا تعامل مع أبنائه وفق الرحمة التي تجعله يتساهل معهم في أمور الدين أو في أمور الأخلاق أو في أداء الحقوق، حينئذ لم يستعمل هذا الأب مبدأ الرحمة وفق المنهج الإسلامي الصحيح. الإسلام يتميز بهذه الدقة وهذه النظرة. الرحمة في منظور الإسلام مؤطرة بإطار، الرفق في منظور الإسلام مؤطر بإطار، كل خلق نبيل وكل مبدأ من مبادئ الإسلام وكل قيمة من هذه القيم من المنظور الإسلامي تختلف عن نظرة المؤسسات والمنظمات الحاضرة التي تدعو إلى مثل هذه القيم. الإسلام دين الأخلاق والقيم، هذه الفكرة نحتاجها ونحتاج أن نؤصلها في هذا الزمان، هذا الزمان الذي كثرت فيه العناية بالحياة المادية. أصبحت المادية في وقتنا الحاضر تسيطر وتهيمن على أفكار الناس وعلى معاملاتهم وعلى حياتهم، وبقي
القليل من التعامل الذي تكون الأخلاق والقيم حاضرة فيه في المجتمعات الغربية وفي كثير من المجتمعات الشرقية. ذابت كثير من القيم، نحن الآن بحاجة ماسة إلى الحفاظ على هذه القيم النبيلة، بحاجة إلى الحفاظ على العلاقات بين الأب وبين الأبناء وبين الولد والوالدين وبين أفراد الأسرة وبين الجيران وبين الإنسان وسائر الفئات المستضعفة كالفقراء والمساكين والبائسين. نحن بحاجة ماسة أيها الإخوة إلى التركيز على هذه المبادئ في خضم الهيجان الحاصل من إفرازات الحضارة المادية الغربية المعاصرة. ولذلك لابد من أن تعتني جميع المؤسسات التربوية والمؤسسات الفكرية وحتى سائر الدوائر الرسمية في كل البلدان وفي كل الأعراف وفي جميع الأماكن بالجانب الأخلاقي، حتى المجال الوظيفي والمجال الإداري. غياب عنصر القيم والأخلاق يفقد الموظف ويفقد الإنسان الكثير من العطاء ولا يدفعه إلى الإخلاص والإتقان ما دامت المسألة قائمة على المنفعة والمصلحة. إذن نحن محتاجون أشد الحاجة إلى التركيز على الجانب الأخلاقي في هذه الحياة المعاصرة القائمة على الحراك النفعي والمصالح الذاتية والحياة المادية التي يتسارع الناس فيها ويتسابقون إلى الحصول على المادة، متناسين بذلك كثيرا من القيم والفضائل والأخلاق والمبادئ التي حفظها ديننا الكريم وأسس شرائعه وأسس عبادته وأسس جميع أنواع وأنماط التعامل وفق هذه القيم. تعالوا بنا نتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. النبي عليه السلام أكمل المؤمنين في جانب العبادة، ولكن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في جانب الأخلاق ثناء عظيما. في سورة القلم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الواحد منا قد يستبشر ويفرح إذا أثنى عليه الناس ببعض الصفات، فالإنسان يفرح إذا مدحه الآخرون بأنه مثلا صاحب علم أو بأنه كثير العبادة أو بأنه صاحب فهم، وربما يفرح الإنسان أحيانا إذا أثنى عليه الناس بأنه لديه المال أو لديه أبناء كثيرون. والمرأة أحيانا تفرح بهذه الأشياء، وقد تفرح إذا وصفها الناس بأنها ذات حسن وجمال. ولكن أتصور أن من أجمل الأشياء التي يستبشر بها الإنسان ويستبشر بها المؤمن خاصة وصفه بأنه ذو خلق. ما أجمل أن يقال لك أنت صاحب خلق. هذا الوصف اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لم يقل ربنا عز وجل لرسوله عليه السلام: وإنك ذو عبادة، أو وإنك ذو علم، أو وإنك ذو مكانة بين قومك، ولكن اختار هذا الوصف: وإنك لعلى خلق عظيم. ونلاحظ إخوتي الكرام، هذه الآية تناولت عدة مؤكدات، أولها كما يقول أهل اللغة فيها إن التي تفيد التأكيد عندما تقول لإنسان أنت ذو خلق، هذا مدح جميل، ولكن أكد الله عز وجل هذا الخلق بإن: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا المؤكد الأول. المؤكد الثاني وصف النبي، وصف هذا الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. لم يقل ربنا لنبيه عليه السلام: وإنك لعلى خلق، بل أكده بأنه عظيم. وهناك اللام: وإنك لعلى خلق، وهذه
اللفظة اللام يسميها أهل اللغة وأهل النحو بأنها لام التأكيد. فهناك مؤكدات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه بلغ من الخلق والمثل والقيم الغاية والكمال. نكتفي اليوم بهذا القدر، وعسى أن يجمعنا الله تعالى في لقاء آخر مع الأخلاق الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.